أسئلة الملائكة للميت في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه الأسئلة لا تتعدى 3 دقائق أو أقل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دفن الميت انتظروا عنده بعد الدفن مقدار ما تنحر الجذور. هل هناك أسئلة أخرى سوى المذكورة تتطلب هذا الوقت؟ وما الفائدة من بقاء الناس عند القبر بعد دفنه تلك المدة؟ جزاكم الله خيرا. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم اجلسوا عنده حتى تنحر الجزور بمقدار نحر الجزور تقسيم لحمها، وإنما هذا من كلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، هو الذي قال هذا رضي الله عنه. أما الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أنه كان إذا فرغ من دفن الميت يقول: فإنه يقف على قبره صلى الله عليه وسلم هو والحاضرون، ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما ذهب إليه الصحابي عمرو بن العاص، هل له أثر شيخ فاضل؟ هل له مستند أو اجتهاد منه رضي الله عنه؟ يظهر والله أعلم أنه اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. وحينئذ لا يشرع هذا؟ لا مانع من ذلك، إذا جلسوا ويدعون له ويستغفرون له وأطالوا الوقوف فلا مانع من ذلك. الحمد لله. وإن اقتصروا على زمن قليل واستغفروا له وانصرفوا فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. كون هذا المستمع يحسب أن السؤال لا يتجاوز 3 دقائق أو أقل، لا أدري، لعل لكم شيء توجيه شيخ صالح؟ هذا تقدير منه هو، لا دليل عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. هل نخضع الأحاديث لعقولنا اليوم شيخ صالح؟ لا يجوز هذا، لا يجوز إخضاع الأدلة من الكتاب والسنة لعقولنا وتقاديرنا، بل علينا التسليم لأن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله معصوم. أما عقولنا فإنها قاصرة ولا تحكم على النصوص، بل النصوص هي التي تحكم.